حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، حياكم الله. والبداية من استهداف ميليشيا الحوثي للمملكة العربية السعودية والإمارات، حيث قال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، قال إنهم استهدفوا مواقع حساسة في الإمارات وأخرى في السعودية، بينما قالت وزارة الدفاع الإماراتية أنها اعترضت صاروخين باليستيين، بينما أعلن التحالف العربي أن استهداف السعودية لضربات للميليشيا الحوثي وأيضا صواريخ اعتراض صواريخ باليستية أطلقت تجاه ظهران الجنوبية التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة. إذن حول تكثيف ميليشيا الحوثي استهدافها للمملكة العربية السعودية والإمارات، نرحب بضيف ينضم لنا عبر سكايب، السيد الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي. أهلا بك معنا سيد عبد الباقي. وأيضا نرحب من الرياض من العاصمة السعودية بالعميد أسعد الزعبي المحلل العسكري. أهلا بك معنا سيادة العميد، ودعني أبدأ معك بداية سيادة العميد من الرياض. إذن الحوثي يكثف هجماته وأيضا ضرباته للمملكة العربية السعودية والإمارات، بداية في السعودية، عسكريا كيف راقبت الوضع هناك سيادة العميد؟ نعود حتى يكون جاهز معنا العميد سعد الزعبي إلى ضيفنا السيد عبد الباقي شمسان. سيد عبد الباقي، إذن التكثيف لميليشيا الحوثي استهدافها المملكة العربية السعودية والإمارات، وأيضا هناك تصدي لتلك الضربات إن كانت بصواريخ باليستية أو إن كانت هناك طائرات مسيرة، باعتقادك اليوم إن ما يجري في اليمن أو ما يجري في تلك المنطقة وانتقال الحوثي وتكثيف ضرباته للسعودية والإمارات في أي إطار يأتي؟ سعد الباقي، ربما هناك مشكلة مع سعد الباقي. إذن ذكر المتحدث باسم ميليشيا الحوثي أنهم استهدفوا مواقع حساسة في الإمارات، بينها أيضا قاعدة الظفران الجوية ومواقع في السعودية أيضا. إذا دعونا أيضا نشاهد مشاهدينا الكرام أيضا مواقع، حسب ما مشاهد مصورة قالوا إنها، قالت السعودية إنها، قالوا ناشطون إنها لعملية تصدي الدفاع الجوي الإماراتي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثي. أيضا هناك نشر وزارة الدفاع الإماراتية للحظة ضرب أيضا منصة إطلاق صواريخ باليستية لميليشيا الحوثي. نشاهد.
إذن هذه المشاهد ولقطات لحظة قيام طائرة F-16 الإماراتية بتدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية بمديرية الحزم بالجوف في اليمن لميليشيا الحوثي بعد إطلاق تلك الميليشيا صواريخ بالستية تجاه أبو ظبي العاصمة الإماراتية. إذن نرحب بضيفنا أصبح جاهز معنا عبر سكايب السيد الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي. أهلا بك معنا سيد الباقي. إذن تفاصيل منذ ليلة الأمس حتى اللحظة، هناك تكثيف لميليشيا الحوثي الضربات على إن كان على السعودية أو حتى إلى العاصمة أبو ظبي العاصمة الإماراتية. قبل قليل الأخبار العاجلة من المعارك في الميدان في اليمن، تصريحات وزير الإعلام اليمني يقول بأن هناك تحرير مديرية تحريب جنوب مأرب من ميليشيا الحوثي. هل باعتقادك كل هذا التكثيف الحوثي للضربات خارج الحدود اليمنية تأتي في سياق خسائر ميدانية في اليمن؟ ما التفسير لما يجري في المنطقة الحالية، في كان في ضرب السعودية أو ضرب الإمارات من قبل الحوثي؟ ولن ينبغي أن نقارب المسألة بوضع شامل. الإمارات أعلنت خروجها من اليمن ولكنها موجودة ومؤثرة وصانعة قرار، ولها وكلاءها في الداخل ولها ممثليها في الداخل. الحوثيين داخل هذا السياق ومع مفاوضات الولايات المتحدة إيران حاولت أن تدول وأن تجعل من المسألة اليمنية مسألة مرتبطة بأمن الإقليم وبقدرة إيران على كلاعب رئيسي في المنطقة. كانت تستهدف المملكة العربية السعودية والعمق السعودي، ولكن ذلك جعل المعركة ثنائية. هي الآن وسعت المعركة باتجاه الإمارات وحاولت أن تهدد المنطقة برمتها. هذا يجعل هنالك اهتمام دولي بالمسألة ويخفف من أي انتصار في الداخل، علما أن أي انتصار في الداخل لا يحقق عودة السلطة الشرعية، بمعنى أنه فقط يخفض قوة الحوثيين. نحن حتى الآن ستستمر ضربات الإمارات حتى يتدخل المجتمع الدولي ويحاول، وهذه اللعبة الحوثية الإيرانية، يحاول أن يتفاوض في خطين مستويين، خط مع إيران باعتبارها مؤثر فيما يحدث في المنطقة، وخط آخر مع الحوثيين باعتبارهم سلطة واقعية وليس السلطة الشرعية. بالتالي هذا توسيع الضربات يحقق الأهداف الاستراتيجية الإيرانية الحوثية، بمعنى أنه يجعل الحوثيين قوة ينبغي التفاوض معها بشكل مباشر وباعتبارها سلطة واقعية مؤثرة. نعم. ومهددة للمنطقة، وإيران باعتبارها أحد الدول الإقليمية المؤثرة. ومن هنا هذا الضرب وتزامنه مرتبط بالتحولات الإقليمية والدولية. طيب. ومن هنا نعم. إذن يعني ذكرت بأن التكثيف الحالي من قبل تلك الجماعة مرتبط ب يعني عدة نقاط، إن كان موضوع الاستهدافات الحالية أو المعارك في الداخل أو حتى في الرؤية الاستراتيجية تلك الميليشيا. لكن دعنا نشرك معنا من العاصمة السعودية الرياض العميد سعد الزعبي المحلل العسكري. أهلا بك معنا سيادة العميد. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذن سيادة العميد، تكثيف لميليشيا الحوثي الضربات على إن كان على السعودية أو حتى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، هذه المرة بصواريخ بالستية، ما القراءة العسكرية لما يحصل الآن في من هذه الضربات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات؟ لا شك القراءة العسكرية تقول أن يعني الحوثيين يعني شعروا بالخسارة، شعروا بالخيبة، شعروا بالهزيمة تماما، أو يعني يذوقون طاقة الهزيمة. وبالتالي يعني هذه من تجارب الحروب، يعني أعتقد حتى عام 1973 كنا في دمشق عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية يعني حي المهاجرين وهو مدني وفيه سفارات، وكانت تقول يعني أنكم يجب أن تضغط على السوريين يقفوا لوقف إطلاق النار. إذا عندما يعني يضيق الأمر العسكري بالمدافع أو المهاجم بغض النظر يعني من يتعرض لضربات ويضيق بالأمر العسكري، يلجأ لتنفيذ أو توجيه ضربات باتجاه المدنيين أو باتجاه أهداف قد تكون يعني مؤثرة إلى حد ما تسمى أغراض الأفضلية الأولى. ولذلك هذا يشير تماما من الناحية العسكرية لأن الحوثيين حقيقة
يعني منهزمين، بدأوا يشعرون بفلتان الأمور العسكرية تماما بأيديهم، فشل هجومه في مأرب، خسروا 3 من المحافظات وعدد من المديريات، وهذا يشير تماما إلى أن سيلجؤون إلى تصعيد لا شك مدني أو يعني ضد المدنيين، ضد الأهداف التي تؤثر بالاقتصاد سواء بالسعودية أو حتى بالإمارات. يعني اليوم عندما يعني تمتد أيضا الإمارات، هذا يشير حقيقة إلى أنهم يعني سيلجؤون ربما إلى ضربات أخرى في أماكن أخرى تحت مسمى يعني دول التحالف العربي. ولذلك يعني لا تقرا في الناحيه العسكريه الا هذا. والاهم من ذلك ايضا ان هناك ايضا ايران تشعر ان هناك تضييق عليها من المجتمع الدولي، كشف عورتها بشكل كبير، وبالتالي يعني اصبحت تهرب او تسرب الصواريخ الفعاله الكبيره البالستيه، وتعطي الاوامر للحوثيين بان يجب عليكم ان تقوموا بعمليه الضغط العسكري على دول التحالف العربي من اجل اولا ان تكون رساله لامريكا لتخفيف الضغط على ايران او يقوموا بشروط إيرانية، نعم. أو على الأقل لتخفيف الضغط على الحوثيين، نعم. لكن بالنسبة للتطور العسكري للميليشيا، يعني هي ليس من اليوم تضرب بصواريخ باليستية، لكن في مسألة الوصول العاصمة الإماراتية وحتى تجاوز يعني الدفاعات السعودية وحتى الإماراتية، سيادة العميد، يعني هناك أيضا ضربات في جازان وأيضا يعني ضربات للحوثي وسقوط تلك الصواريخ في يعني جازان. وبالنسبة لهذه لهذا الحوثي، هل تعتقد بأن سيكون بالفعل يتمكن من الهدف هذه الصواريخ الحوثية والباليستية والقدرة الصاروخية لميليشيا الحوثي؟ أولا لا شك أن يعني هناك يعني تعاون أكيد، يعني تعاون دقيق بينهم وبين إيران فيما يتعلق بتحديد الأهداف، نعم. أو بتمرير الصواريخ الخاصة المسافات البعيدة. عندما نقول المسافة بين صنعاء وأبوظبي حوالي 1500 كيلومتر، وبالتالي هناك لا شك أن الصواريخ متطورة جدا، قد يكون فاتح 2 أو فاتح 3 أو هم. لكن الأهم من ذلك حقيقة أنا ربما أنا أميل لنظرية عسكرية تقول أنا ربما لم تنطلق من مناطق الحوثيين، ربما تنطلق من مناطق قريبة من أبوظبي، قد تكون يعني قطعة بحرية موجودة في الخليج العربي، أو قد تكون من الجزر الإيرانية الموجودة قريبا من المنطقة. لكنها بالتأكيد سواء كانت من يعني من مناطق سيطرة العصابات الحوثية أو من مناطق إيران، فهي بالتأكيد يعني أوامر إيرانية وصواريخ إيرانية، وبالتالي المستهدف فيها هم يعني دول التحالف، نعم. وامتدادها إلى الإمارات، يعني هذا يشير تماما إلى أن هناك رسالة عميقة من إيران أولا ومن الحوثيين ثانيا إلى دول التحالف وخاصة الإمارات. طيب، على كل حال نكتفي معك هذا القدر. سيادة العميد أسعد الزعبي المحلل العسكري، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض. وانتقل لضيفنا مرة أخرى سيد دكتور عبد الباقي شمسان. إذا دكتور عبد الباقي، بالنسبة للمسألة، هناك من يقرأ بأن تكثيف الحوثي لتلك الهجمات إن كان على السعودية والإمارات تأتي في إطار الاستباق لملفات الحلحلة السياسية، أو إن كان هناك حل سياسي للأزمة اليمنية، بالتالي هي تكثف تصعيد الميداني والعسكري وتكسب نقاط على الملف السياسي. ما وجه ذلك؟ سأجيب على السؤال، ولكن دعني أتفق مع الضيف. كما تعلم أن الضربات الموجهة إلى الإمارات أو السعودية ليس بالضرورة أن تكون حوثية، هي قد تكون من الحرس الثوري بشكل مباشر، الحرس الثوري الإيراني باعتبار الحوثيين حرس ثوري، باعتبار كل الحشد والجماعات الشيعية في العراق هي حرس ثوري، باعتبار ما في الحزب الله هو حرس ثوري. بالتالي تتعامل إيران مع كل هؤلاء باعتبارهم جزء من الجغرافيا الإيرانية وجزء من الحرس الثوري الإيراني، ومن هنا قد الذي ينفذ العملية على الإمارات والسعودية جماعات من العراق أو من لبنان، ويمكن لأي طرف أن يعلن تبني العملية وفقا للأهمية والاستثمار، ومن هنا ينبغي التعامل مع هذا بدقة. هذا عنصر. العنصر الثاني، أعود لسؤالك حول، ممكن لو سمحت بس عدني في السؤال. طيب، السؤال بخصوص، هناك من يقرأ بأن هذه الهجمات والضربات لميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والإمارات تأتي في إطار استباق عملية سياسية ستكون حاضرة في الملف اليمني، وكسب نقاط أخرى على المستوى التحقيق، ما يحققه الميدان يتحقق في السياسة. ما وجه ذلك؟ لا، ليس مسألة استباق. المسألة مرتبطة بأن الحوثيين أرادوا، وإيران
من بشكل غير يعني لم يعد غير معلن بشكل واضح، تريد أن تجعل الحوثيين سلطة واقعية ينبغي التفاوض معها مع أي مبادرة سلام سواء أمريكية أو تحت غطاء الأمم المتحدة، باعتبار أن هذه السلطة الشرعية ضعيفة وغير متواجدة. هناك الآن طرفين رئيسيين، هناك المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحاول أن يمثل المناطق الجنوبية وهو لا يمثلها، ولكن بقوة دفع إماراتية. هناك جماعات أخرى لا تعتبر أن المجلس الانتقالي يمثلها، وهناك الحوثيين فرضوا أنفسهم الآن باعتبارهم سلطة واقعية مهيمنة، وهناك سلطة ضعيفة ينبغي أن يتم دعمها حتى تستطيع أن تتعامل مع المجلس الانتقالي وتفتح له فرص، باعتباره يمكن لنا أن نتعاون في إطار اتفاقية الرياض وفي إطار الحفاظ على الوطن، ويمكن وبنفس الوقت تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم جماعة خارجة عن القانون والدستور وينبغي مواجهتها. الوحيد الذي يمتلك هذا ليس القانون الدولي ولا التحالف العربي، وإنما السلطة الشرعية، وعلى دول التحالف أن تدعم السلطة للتعامل مع الجماعات باعتبار أنها تدير الشأن العام، تستطيع أن تدخل في حوار مع المجلس الانتقالي لإيجاد توافقات وطنية، وتستطيع أن تتعامل بالعنف وبالسلاح مع الحوثيين باعتبارها محتكرة للعنف الشرعي وباعتبارها تمثل السيادة الوطنية وتمثل الشرعية الدولية. هذه ينبغي أن نستثمر كل هذا. ومن هنا الحوثيين الآن هم يحاولون الضغط بشكل شديد على الإمارات والسعودية. طيب. المجتمع الدولي لن يصمت، لأن هناك ارتفاع سعر النفط، هناك تهديد الملاحة الدولية. بالحالة هذه سيضطر التحالف العربي الإمارات والسعودية للذهاب إلى التفاوض مباشر مع الحوثيين وفي تغييب للسلطة الشرعية ولبقية الأطراف. طيب، ابقى معنا دكتور عبد الباقي، وايضا ننتقل الى الرياض ونرحب بضيفنا من هناك سيد الدكتور محمد صالح سليم الحربي، المختص بالدراسات الاستراتيجيه والسياسات من السعوديه، انضم الينا. اهلا بك معنا دكتور محمد. دكتور محمد، هل تسمعني؟ إذن ربما انقطع الاتصال. على كل حال، دعنا أيضا نتوقف دكتور عبد الباقي شمسان، أيضا هناك فيديو لإصابات إذن إثر اعتداء ميليشيا الحوثي بصاروخ باليستي على جازان بالسعودية، نشاهد. دكتور عبد الباقي، دعني ايضا اقرا عليك يعني بعض البيانات الخاصه ب يعني استنكار الاستهداف للحوثي للمملكه العربيه السعوديه والامارات. هناك بيانات من الدول العربيه كالاردن كمصر، ايضا هناك
بحسب أيضا دانة الخارجية الأردنية، إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية باتجاه الإمارات وأيضا اعتبرتها خرقا صارخا للقانون الدولي. أيضا هناك موقف من الكويت، أيضا من مصر، أيضا إدانات لهذا الاستهداف، وأيضا هناك الخارجية التركية تقول أن الهجمات الحوثي الإرهابية على السعودية والإمارات انتهاك واضح للقانون الدولي. بينما شاهدنا بحسب رؤية التصريحات للسفارة الأمريكية في الإمارات تنصح رعاياها بجميع رعاياها بتوخي مستوى عالم من الوعي الأمني، يعني وسط هذا التكثيف الحوثي الضربات على المملكة العربية السعودية والإمارات، أين واشنطن وأين مسألة البحث في إدراج الحوثي ضمن كمنظمة إرهابية؟ إذا أردنا الإجابة ينبغي أن نعود إلى استراتيجية الفوضى المنظمة وإلى تفجير الحقول الوطنية والعقائدية والمجتمعية في المنطقة العربية التي كان ينبغي أن تعود إلى مرحلة ما قبل الدولة الوطنية، بحيث تصبح هذه المنطقة عبارة عن جماعات شيعية سنية، سنة شيعة أكراد عرب. هذا المشروع ما زال مستمر منذ احتلال العراق، وبالتالي ينبغي ألا نفصل لا نفصل بين الحكومة الجمهورية أو ديمقراطية. هناك استراتيجية أمريكية واضحة، هذه المنطقة ينبغي أن تعود إلى ما قبل الدولة الوطنية، وبالتالي القضاء على الحوثيين أو إضعاف إيران لا يخدم الاستراتيجية الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل التي تحميها الولايات المتحدة الأمريكية، ينبغي أن تبقى إيران وأن يبقى حزب الله وأن يبقى الحوثيين وأن يبقى كل الميليشيات الحشد الشعبي في العراق، لأن هذا يخدم أولا يضعف أي مشروع قومي عربي قد يواجه إسرائيل، يضعف أي وحدة إسلامية قد تواجه إسرائيل وتقوم بتحقيق الأمن القومي العربي والإسلامي. بالتالي تحقيق الحلم، تحقيق الهيمنة والرؤوة والحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحماية يتطلب أن تكون هذه الدول مهددة وضعيفة وغير وطنية. ومن هنا على دول هذه المنطقة أن تقف مرة واحدة في 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 صيرورتها وفي مسارها، وأن تتخذ قرارا وطنيا قوميا بحيث أنها تستطيع، وأنا قلتها من خلال قناتكم لعدة مرات وأكررها، أن اجتثاث الحوثيين أو إضعافهم الخطوة الأولى لتحقيق الأمن القومي العربي في المنطقة، وبالتالي إيران لن تترك، لأنها تدرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاجها، والحوثيين يعرفون بشكل جيد أنهم لابد من الحفاظ عليهم في إطار ترتيب المنطقة وفي إطار أن يكونوا مضاد للجماعات الإسلام السياسي. إذن لماذا ننتظر؟ هنالك سلطة شرعية في الرياض عليها أن تعود إلى مأرب أو تعود إلى حضرموت وأن تنفذ العمليات، والمشروع الحوثي وإيران سيغادر المنطقة، والمملكة العربية السعودية تستطيع أن تقوم بدورها الوطني والإسلامي والعربي. طيب إذا ما فصلنا دكتور عبد الباقي في المنطقة اليوم، إذا ما وضعنا المنطقة العربية أمامنا وقلنا بأن اليوم بالنسبة للبنان، لبنان أيضا هو يعني الدولة كما يقال في من قبل اللبنانيين، مقتطفة من قبل حزب الله الإيراني اللبناني الموالي لإيران في لبنان، وهناك تصريحات له بمهاجمة السعودية أكثر من مرة قبل أسابيع. أيضا هنا مسألة إيران والمصالحة مع السعودية ويعني المباحثات واللقاءات للتجارة كان في الأردن ودول أخرى كالعراق، لمسألة المصالحة بين الأردن بين السعودية وإيران. وإذا أيضا أتينا للميدان، هناك تقدم لألوية العمالقة المدعومة إماراتيا، وهناك أيضا في مأرب تقدم للقوات الشرعية في اليمن، وأيضا إذا هناك ثلاث دول إن صح القول، هنا السعودية الإمارات مقابلها إيران والمرتزقة والميليشيات. المنطقة اليوم لماذا هكذا تحولت إلى سرعة هائلة بالمعارك والميدان والقصف واستهدافات في ظل حديث عن مساعي وصلح وعن يعني مصالحة سعودية إيرانية وخليجية؟ حتى من المؤسف جدا أن نصل إلى هذا، ومعالجة هذا ما زال تحت ممكنات هذه المنطقة. أنا أشعر أولا بخصوص لبنان
أنا من الذين يعشقون لبنان، وأعتقد أن هذه المساحة الجغرافية ومتنوعة من الثقافات والديانات هي يعني بيئة مبدعة للبنان. من كان لبنان مكان لا يمكن له أن يكون مبدعا من حيث الإنتاج الفكري والإعلامي والسياسي. هذه عاصمة عربية بحجمها الصغير وإنتاجها وتأثيرها الكبير. لذلك من كان يتوقع أن تكون لبنان الآن تحت هيمنة ومعطلة من قبل إيران ومن قبل حزب الله. لذلك لبنان أعتبر خسارة كبيرة جدا أن نتركه لقمة صائغة لإيران وأن نتركه معطل بهذا الشكل. بالنسبة لإيران، إيران تحاول أن تلعب دورا في المنطقة وأن تلعب دورا بحيث أنها تكون وكيل ومنافس ومهدد، وتلعب هي لا علاقة لها في مواجهة إسرائيل، ولن تواجه إسرائيل مهما كانت الظروف، ولن تتقاطع مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي تتخادم وتحقق الأهداف. لكن إيران تقول العكس بأن العرب هم العملاء، يعني اليوم في مسألة تطبيع مايكل إسرائيل. تفضل. يعني أنا لا أتكلم لا بخطاب إدلوجي. هكذا يتكلمون بالنسبة لحلف المقاومة يعني. يا أخي أنا لا أتكلم لا بعاطفة ولا أتكلم فضل. بتعبئة ولا بحقد يعني بسيط أو عاطفي، أتكلم بعقلانية استراتيجية. إيران تتخادم وتتكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وتحقق أهداف إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، لها أطماع استراتيجية. الولايات المتحدة الأمريكية تطمئن لإيران مثلما تطمئن لإسرائيل، وإسرائيل تطمئن لإيران أكثر ما تطمئن من الإمارات نفسها التي قامت بعلاقات معها. إسرائيل مطمئنة جدا من إيران، فقط ترفع مستوى طيب. خطر إيران لتحقيق مصالح في التطبيع. لذلك إيران هل قصفت إسرائيل مرة؟ إيران تقصف اليمن، تدمر الشعب اليمني، تقتل الشعب السوري، تقتل الشعب العراقي، تدمر الدول العربية، تعطل لبنان. أين عطلت إسرائيل؟ أعطيني، هل إيران قصفت إسرائيل؟ هل أثرت في إسرائيل؟ بالعكس، هي تحقق أهداف إسرائيل. دعنا نكون واضحين. أنا بالنسبة لي لا أتكلم بعاطفة، أتكلم بمنطق. إيران تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي، ولهذا الولايات المتحدة الأمريكية لن تستهدفها وإسرائيل لن تستهدفها. دعني أختم معك يعني للنخص هنا دكتور عبد الباقي. إذن بعد هذه الضربات وتكثيف لميليشيا الحوثي، وأيضا هناك التحالف أيضا يكثف بضربات تلك الميليشيا في اليمن، المنطقة إلى أين ستذهب باعتقادك؟ هل هي تصعيد أكثر أم هي فقط رسائل من قبل الحوثي ليس إلا يعني؟ المنطقة ما زالت تتشكل، والمجتمع الدولي لن يحزم ولن يتخذ أي قرارات حازمة لتنفيذ القرار الدولي. سيجعل المنطقة تتآكل، تزداد هشاشة حتى يستثمر كل هذا لعودة للمنطقة بشكل عسكري، بشكل اقتصادي، استثمار سلاح. لذلك إذا لم هذه الدول المنطقة، وبالتحديد أنا أذكر تحديدا المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة ودولة قوية ومؤثرة على المجتمع العربي، على العالم العربي والإسلامي، سنزداد كثير من التدهور والهش. لذلك أعتقد على السعودية أن تسرع في حماية أمنها القومي بإنهاء المشروع الحوثي وبالتوجه نحو العراق وبإيجاد تكتلات عربية ودول موحدة. ما زلنا على المستوى المتوسط، نحن لن نجد أي حل في المنطقة. شكرا لكم الأستاذ في علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا عبر خدمة سكاي بخصوص تصعيد الحوثي تلك الميليشيا باستهداف المملكة العربية السعودية والإمارات. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم في هذه الحلقة.